السلام عليكم، ويلكم ليديز اند جنتلمان. معاكم منير من ماكس ميكس بلاي، واهلا بيكم في فيديو هنستعرض فيه اهم العاب شهر اكتوبر 2022 القادمه على جميع المنصات. وسريعا كالعاده قبل ما نبتدي، خلينا افكرك ان لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني بلايك جميل زيك، ولو ما اشتركتش لحد دلوقتي فيسعدني بالتاكيد انك تتابعني وتعمل سبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات، ودائما وابدا مستني تعليقاتكم تحت الفيديو. وبالمناسبه قريب جدا هعمل فيديو لمناقشه كل تعليقاتكم على مدار الفتره اللي فاتت والرد عليها. ودلوقتي على طول خلينا نبتدي، لانه شهر مقلبز ومقلوز وزحمه جدا ومليان اصدارات كتير على عكس اخر كام شهر فاتوا. ليتس جو. داكار ديزرت رالي. لو انت من عشاق العاب السباقات فمهم جدا تعرف ان رالي داكار الصحراوي هينطلق قريبا، وهيضم مجموعه واسعه من المركبات، منها سيارات الدفع الرباعي والشاحنات وحتى الموتوسيكلات، في اطار من التنافس على الطرق الوعره. وخليني احمسك اكتر واقول لك ان الاستوديو اللي عمل اللعبه دي هم اصحاب اللعبه الناجحه واللي حققت شعبيه كبيره قبل كده، سنو رانر. واللعبه هتصدر يوم 4 اكتوبر القادم على جميع المنصات تقريبا، وهتحتوي على نظام لعب فردي ونظام لعب جماعي تنافسي بي في بي. Overwatch 2. أظن إن مفيش جيمر على وجه الكوكب إلا وعلى الأقل سمع عن أكتر لعبة تنافسية توكسيك اسمها أوفر ووتش. 5 ضد 5 بيفشخوا في بعض جوه مابة صغيرة، كل كاركتر فيهم معاه قدرات مختلفة ومتميزة في مجموعة من الجولات، واللي بيكسب جولات أكتر يكسب الجيم كله. وأرجوك ما تفهمنيش غلط لما قلت توكسيك، ده مش معناه ان اللعبه وحشه، بالعكس اللعبه من امتع ما يكون، ولكن على قد ما اللعبه نفسها حلوه جدا فالكوميونتي بتاعها مليان توكسيسيتي بشكل غريب. فلو انت من الناس اللي بتحب تهشام وتزعق وتصايح كتير وهي بتلعب، فاكيد الجزء الثاني من اوفر ووتش هي لعبتك السنه دي يا برنس ويش. وعلى عكس الجزء الاول اللي كان نازل بفلوس، فالجزء الثاني هينزل بشكل مجاني من حيث اسلوب اللعب التنافسي، ولكنه كمان على حسب ما فهمت هيكون في جزء خاص بالقصة المرة دي، لكن اعتقد ان هو هيبقى بفلوس. انا شخصيا ما لعبتش الجزء الاول غير في البيتا وكان ممتع بشكل ما، واعتقد الجزء الثاني برضو هيبقى ممتع لعشاق الالعاب التنافسية، لاني مش محتاج اقول لك قد ايه بليزرد بيعرفوا يعملوا العاب متميزة وممتعة على مدار تاريخهم. اللعبة هتصدر يوم 4 اكتوبر القادم على جميع المنصات تقريبا. وبالمناسبة لو انت عندك الجزء الاول بالفعل، فمين قدك يا برنس، هتاخد نسخة خاصة من الجزء الثاني مجانا متميزة عن النسخة العادية اللي هياخدها عامة الشعب. Despairs Let It Die. سنة 2026 حصلت كارثة طبيعية أدت لاضطرابات عنيفة في كل أنحاء كوكب الأرض، وبعد مرور مئات السنين يظهر عالم لعبتنا بين قوسين خليه يموت، هي اسمها كده ما تستغربش. المهم إنها لعبة باتل رويال هاك أند سلاش في إطار من الأكشن، وخد التقيلة بقى، اللعبة دي هتبقى مجانية يا برنس. ويبدو ان شهر اكتوبر السنة دي هيبقى هو نصير الفقراء والغلبة من الجيمرز على هذا الكوكب الملحوس. واللعبة هتصدر يوم 5 اكتوبر القادم على منصة ستيم للبي سي. تريبل تيك. ونروح لعالم مختلف تماما، وهو عالم الريترو والاولد سكول جيمينج، بلاتفورمينج ريترو ثنائي الابعاد، عادي جدا يبدو لاول وهله انها مجرد لعبه تنطيط وتفادي للعقبات اخرى. امال انت بتتكلم عليها ليه يا منير لما هي ما فيهاش حاجه مميزه عن بقيه العاب الريترو اللي بيصدر منها كتير كل سنه من مطورين مستقلين؟ وهنا تبقى انت وقعت في غلطه كبيره يا برنس ولازم تعتذر، لان لو هي كده ما كانش منير هيجيب سيرتها اصلا. بغض النظر عن اني اولد سكول جيمر وبقدر العاب الريترو بشكل خاص جدا، لكن يا برنس اللعبه دي فيها ذكاء صناعي متميز، او هم بيقولوا كده، بيبني اجزاء المرحله والصعوبه وسرعتها بناء على لعبك انت وانت بتلعب، يعني من دقنه وفتله. كل ما تبقى جامد كل ما اللعبه هتبقى اجمد، وكل ما تتحداها هتتحداك. اعتقد ان ده في حد ذاته ممكن يلفت نظرك ليها. اللعبه هتصدر في اطار لعبه فردي يوم 6 اكتوبر القادم على منصه ستيم للبي سي. ليجو بريك تيلز.
ونروح بقى للكومفورت زون ولعبه من العاب التشيلنج اللي بتناسب جميع الاعمار ولعبه جديده من عالم ليجو اللي بالمناسبه ضاربين حبوب منشطات وبينزلوا لعبه تقريبا كل شهر مش فاهم. بس عموما المره دي هي لعبه بناء وبازل في اطار كاجوال كالعاده. فلو انت من محبي الجو ده فاللعبه هتصدر على منصات كتير يوم 12 اكتوبر القادم، وبالمناسبه متاح لها ديمو مجاني تقدر تجربه دلوقتي على ستيم بنفسك. تايم ميلترز، انا ممكن اساعدني او احنا ممكن نساعدنا، هو ده السطر اللي ممكن يعبر عن فكرة اللعبة الرهيبة والعجيبة الذائبون في الزمن. بص، هو انا لسه ما جربتش اللعبة لكن اللي شفته بجد شد انتباهي. تخيل عالم فيه صحراء واعداء وسبيلز وحبشتكنات من دي كتير، لكن في اطار استراتيجي وتكتيكي. كل ده مش مهم، لكن المهم انك تقدر جوه المهمات تتحرك في الزمن بروحك وتروح تساعد نفسك في المهمة اللي انت اصلا كنت فيها، فيبقى في اتنين منك ويمكن اكتر لسه بفكر علي ربيع ستايل. المهم يا معلم ان اللعبة دي شكلها شخلافة على الاخر وفيها افكار متميزة جدا واساليب لعب متنوعة. تخيل بقى لو في اطار لعب جماعي. طب بص بقولك ايه، اللعبة دي من تطوير 3 اشخاص بس، لفت انتباهك المطورين المستقلين عدوا الفلنكات يا برنس، ومن وقت للتاني بيثبتوا ان صناعة الالعاب مش بس فلوس وامكانيات لكن دماغ وتفكير وابداع وحشيش. فياريت حد يقول لولاد الورمة اللي معاهم مليارات الدولارات ومتنيلين على عينهم وعيل عنده 16 سنة بيشلوحهم ويديهم على عينهم هو واصحابه انهم مجرد زكايب فلوس معدومي الرؤوس. المهم اللعبة دي هتصدر يوم 12 اكتوبر على منصة ستيم للبي سي وليها ديمو تجريبي ممكن تجربه بنفسك دلوقتي، وانا شخصيا لو لقيت الوقت الكافي الفترة دي هبقى انزله والعبها ووريها لكم ونشوف فعلا حلوة ولا ملتوتة. The Eternal Cylinder، تخيل نفسك قائد لمجموعة من الكائنات السريالية العجيبة على كوكب غامض في الفضاء الواسع وبتحاول تنجو بيهم من الأخطار المختلفة وفي نفس الوقت تستكشف كل جزء من البيئة المحيطة بيك في محاولة للوصول لأفضل طفرات ممكنة تمكنهم من الاستمرار. هو ده اللي بتقدمه لعبة السيرفايفل والاستكشاف والأوبن وورلد اللي نزلت من فترة على بعض المنصات منها إيبك جيمز، وبتكلم عنها حاليا لأنها هتنزل على ستيم والبي اس 5 والإكس بوكس سيريس إكس يوم 13 أكتوبر قادم، واعتقد انها تستحق وقتك لو بتحب استكشاف العوالم الغريبة. دراجون بول ذا بريكرز، عشاق الانمي ليهم نصيب هما كمان في شهر اكتوبر ولعبة جديدة لدراجون بول، واللعبة المرة دي لعبة تعدد لاعبين 1-7 في عالم وشخصيات الانمي الشهير. وبما اني غير متابع للانمي فمش هقدر استرسل فيه الكلام عن اللعبة، لكن وجب التنويه ان اللعبة هتصدر يوم 14 اكتوبر على منصات متعددة. أبليك تيل ريكيوم، ويا رب كنا نطقتها صح لان نطقها عجيب جدا، وده هو الجزء الثاني للعنوان الاشهر اللي صدر سنة 2019 وحقق نجاح معقول جدا في اطار من القصة المؤثرة والاحداث المتلاحقة، وفي الجزء ده هيتم استكمال القصة على ما اظن، وارجو التصحيح لو كنت مخطئ لاني ما لعبتش الجزء الاول بصراحة. وعموما اللعبة هتصدر يوم 18 اكتوبر على العديد من المنصات. مارفل سناب، ويبدو ان شهر اكتوبر مش عايز يزعل حد خالص لان حتى عشاق عالم مارفل والسوبر هيروز ليهم نصيب الشهر ده مع لعبة معارك كروت استراتيجية بتضم مجموعة واسعة من ابطال عالم مارفل سواء السوبر هيروز او الفيلنز، والجميل ان اللعبة هتصدر على الموبايل والبي سي في نفس الوقت يوم 18 اكتوبر القادم. Uncharted Legacy of Thieves Collection، عندنا كمان الشهر ده لعبة جديدة قادمة من عالم سوني الى عالم البي سي، ودلوقتي لو انت من انصار عالم البي سي تقدر تخوض تجربة لعب انشارتد وتستمتع بجو من المغامرات والاكشن اللي كل اللي جربوا اشاد بيه، واللعبة قادمة لستيم وايبك جيمز يوم 19 اكتوبر القادم. باتورا لوست هيفن،
وزي ما قلنا الشهر ده فيه تنوع رهيب، لان عشاق العاب الاكشن ار بي جي هم كمان على ميعاد مع لعبه مغامرات فيها قصص حلوه في اطار من الرسوم الكرتونيه من خلال لعبه باتورا لوست هيفن يوم 20 اكتوبر على جميع المنصات تقريبا، واللعبه هتكون في اطار لعب فردي فقط. جوثام نايتس، ونوصل بقى للمعلم الكبير قوي اللي ناس كتير جدا مستنيينه واللي تأجل اكتر من مرة، واللي هنغوص فيه في عالم السوبر هيروز الخاص بدي سي. يعني سمعني سلام لعمك باتمان مان 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 والري الجوكر اوكر 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 ومثيلي على نفسك، لكن مش عايزك تعلي سقف الطموح عندك قوي لانك مش هتشوف خلقتهم المرة دي، لكن هنلعب بأبطال فرعيين من العالم ده زي ريد هود وروبن وشخصيات تانية الى اخره في اطار من الاكشن ار بي جي اوبن وورلد جوه مدينة جوثم الاسطورية. اللعبة هيبقى فيها طور لعب فردي وطور لعب جماعي تعاوني اونلاين، وهتصدر ويا رب ما تتأجلش تاني يوم 21 اكتوبر القادم على منصات متعددة. New Tales from the Borderlands، وخلينا نعدي بسرعة على عالم بوردرلاندز واللي هيصدر له جزء فرعي هيحكوا فيه شوية قصص تخص شخصيات العالم ده، ودي بالمناسبة لعبة مش لأي حد، دي مخصوص للمتابعين العالم ده ولعب كل أجزائه وعايزين يعرفوا شوية قصص جانبية وحبشتكنات وتفاصيل والكلام ده. فلو انت من الناس دي فخليني أفكرك انها هتصدر يوم 21 أكتوبر القادم على منصات مختلفة. بيرسونا 5 رويال، وبالمرة خلينا نفكر جماعة الانمي ان في جزء جديد من بيرسونا بيقول لك هيبقى فيه سرقة كبرى وتسلل لعقول الفاسدين، وده اخري لاني مش فاهم اي حاجة ولا عمري لعبت اي جزء من بيرسونا ولا حتى انا اجرب، ماليش في الانمي ولا العابه حتى اشعار اخر. واللعبة هتصدر على اغلب المنصات يوم 21 اكتوبر القادم. سكور، ونوصل دلوقتي للعبة أنا شخصيا مستنيها تنزل من زمان وهي سكورن. ودي لو ما تعرفش هي لعبة رعب وأكشن ومغامرات في عالم أتموسفيرك جدا وكئيب مليان أمعاء وأعضاء. واوعى تفهمني غلط، المهم اللعبة هتبقى من منظور فيرست بيرسون وهتصدر حصرية لعالم المايكروسوفت فقط حاليا. وبالمناسبة لو انت مشترك في الاكس بوكس جيم باس سواء على الكونسول او البي سي هتاخدها بشكل مجاني من اول يوم. متحمس اجربها قوي بنت اللذينة دي بصراحة، لعبة عجيبة يا اخي مليانة اعضاء و كول اوف ديوتي مودرن وورفير 2 3 4 5 6. ودلوقتي مع الإصدار السنوي من البانج بانج بوم بوم ونسخة أخرى من الهري المتواصل لأكتيفيجن وجزء جديد من كود غالبا مفهوش أي حاجة تختلف عن إصدارات آخر 5 سنين، وأنا شخصيا غير مهتم، ولو أنت من مدرسة كود للشوتينج ومهتم فياريت تقول لنا على حاجة واحدة مميزة أو ثورية هتبقى في الجزء ده في التعليقات تحت الفيديو. عموما اللعبة هتصدر يوم 28 أكتوبر القادم على جميع المنصات تقريبا كالعادة. خلينا نكتفي بهذا القدر في الفيديو ده لاني اعتقد اني طولت اكتر من اللازم وانا ما بحبش اطول عليكم في الفورم بالشكل ده، وفي العاب تانية كتير على فكرة خصوصا العناوين المستقلة لكن لم يتم تأكيد ميعاد اصدارها علشان كده ما ذكرتهاش، وعموما حاولت اني ما فوتش اي حاجة مهمة ميعادها تم تأكيده. كان معاكم منير من ماكس ميكس بلاي، مستني تعليقاتكم تحت الفيديو ويا ريت ما نهملش الموضوع ده، على الاقل قول لي ايه اللعبه اللي انت متحمس انك تلعبها او تشوفني بلعبها من الالعاب اللي ذكرناها. ودائما وابدا شكرا لكل المتابعين والداعمين، اشوفكم قريب جدا ان شاء الله. جود باي اند جود لك، سلام.